عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. يوم كويزين لابير راح تقدم لكم وصفه تاع البغرير يحبوه بزاف الناس، سورتو العرب الجزائريين ماركا توانسا يحبوا بزاف البغرير. نبدا في الوصفه. عندنا عبر تاع رطيبه، سميد رقيق عبر، اللي عبرتو بها طيبة عبروا به الفارينة، وعبر فارينة نص نص، عبر طيبة عبر فارينة، ونديرو لها لا ليفور شيميك، لا ليفور دو بولانجي، خميرة الخبز، باكي، ونزيدو لها الماء، الماء، بوغ لو مومون نديرو لها قريب زوج، واحد والطاس لاخر يخصو صبع، قيس صبع. واحد اللي عبرنا بها توجو نعبرو بلو ميم، هاو نزيدو توجو لو ميم، عبرو بعبر واحد الرغزوج. راني هنا ما درتش بالعاني لا ليفيغ شيميك حتى نخلطو مع لا ليفيغ نتاع الخبز، يتخلط مليح باش نرميلو من بعد لا ليفيغ شيميك ونزيدلو الملح باش ما نقتلوش الخميرة تاعو. دونك نخلطو انا دوك نضيفو له لا ليفور شيميك تاع الكارطو، فوالا، ونضيفو له الملح، ما نكثروش الملح باسكو راح يتثقب بالعسل والزبدة، ونزيدو له مغرفة تاع الخل، ملعقة أكل، ونعاودو نخلطو. الملعقة هذيك تاع الخل هي اللي تخليه يتقب لكم مليح. هاي تحملت، نزيدو واحدة أخرى. نزيدو حبة واحدة أخرى، أنا نحيناها هاديك، ها كيفاش تجيكم، تجيكم كاع غيسي 100% ساهل ماهي، ما تخلو يخمر ما والو، تشوفو قدامكم. نزيدو الحبة الزاوجة والثالثة والرابعة ونبقاو نكملو،
الراف ولا الطاس اللي خلطتي فيه خليه يتفرغ قدام شويه شويه. وهذا ما كان قيس المقله ما هو كيف يجي محمر انا نكمل ونشوفوا الطبق المغرب تاعنا. ها كيفاش جا يجي كاع كيف كيف وديروه ثم تستناوش غير تخلطوه تخدموه ديريكت ما كلا تستنى. هذا بفيه مخدم هو جا كاع كيف كيف محمر شوفوا يجي كاع الحسن ودرنا له الحسن والزبده وصحتكم تنسوش تلايكي وتفعلوا الجرس وإلى الملتقى.